تعالى لي عشان دخلت على طول. انت بقى انت مش عاجبك الاداء بتاع المنتخب؟ ما حدش عاجبه الاداء، مش انا بس، ما حدش عاجبه اداء هتقولي المنتخب الشوط ولا الثاني؟ الشوط الثاني؟ هرجع اقول لك الشوط الثاني اكيد طبيعي ان في تحسن، بس انت بتتكلم خاصه واحد واصلا فرقه يعني منتخب، ما انا قلت لك ان هو منتخب ضعيف جدا فنيا. طب لما نيجي نتكلم على التشكيل، ما اقول لك ماشي ما عدا واحد، مين؟ محمد هاني، حط عمر كمال. تمام. لا انت لما تيجي هو تتكلم، بص، هو كابتن حسام وكابتن ابراهيم بالنسبه له محمد هاني رقم واحد في مصر. ماليش دعوه، بتكلم وجهه نظر انا. اوكي. انا بقى على فكره انا بقول لك وجهه بص نظرهم برضو، انا انت اقول لك علق على حاجه، براحتك يعني. هوضح لك محمد حاجه هاني بالظبط. يعني عندهم محمد هاني رقم بص واحد يا في امير، مصر، انا اوضح لك حاجه، انا راجل بيحبوه هنا، قوي يعني، انا مقتنعين راجل بيه. هنا بقول وجهه نظري الشخصيه، هرجع ما انا تاني عارف، اقول ما انا واوضح، عارف. لان كل مره اقول وانا بحترم كل مدير فني في وجهه نظره هو، اكيد. كون ان انا بنتقد فنيا فانا شايف كده، انا اوكي. اعوذ بالله من كلمه انا، تمام، هو يشوف اللي يشوفه انا براحته، لكن انا بتكلم انا شايف ايه وبقول ليه. ماشي، يلا محمد اديني بقى. هاني هرجع اقول تاني مش في افضل حالاته، اوكي. تمام. طيب لو احنا اتكلمنا على الاجهاد مثلا، طب انا عندي واحد لعب الماتش الاولاني والتاني كويس اللي هو عمر كمال، اصلا لعيب كويس طبعا. صح، يبقى من حقه يلعب. ما بتحبش عمر كمال عشان ليك موقف معاه او لاعب اكرم، بس هو لو ما بيحبوش مش هياخده منتخب، لا ما هو ده مجبر، هنزله الماتش اللي فات كمان، ده مجبر ولعب الماتش اللي فات. ماشي، ما انا بقول لك هنزله. بقى ماشي، ما هو ما ماشي. خدوش من الاول ليه اصلا؟ ما احنا قلنا عمر كمان المفروض يتاخد، عمر جابر المفروض يتاخد، دونجا المفروض يتاخد، عادي جدا. انت في الماتش الاولاني لما حصل اصابه لاحمد فتوح وعندك كان محمد حمدي موقوف، انت اصلا المفروض كنت تاخد واحد اصلا من اللي احنا بنقول عليهم، يا اما عمر يا اما عمر كمال من قبل ما فتوح يتصاب، يا اما كنت تاخد عمر جابر، لان هما الاثنين دول اللي كانوا هيلعبوا لك باك ليفت، صح؟ ما خدتهمش. كون انك مجبر انك تاخدهم بقى دي مش بتاعتي. بص انا هرجع اقول لك تاني، انا بقول كده مجبر انك تاخدهم، انا بقول لك كده ولو وجهه رزقك نظري على برضو. الله يا كابتن وائل. بص بص يا عم، سيبك من كلام شريف، بس شريف لازم يقول لك الكلام ده، انت عارف احنا مش عايزين نوضح الكلام عشان ما ايه ما لاقيش الناس مستنيين. فانا بكلمك اصل الكوره كوره دايره، انا عن نفسي مقتنع، وانا بكلم الشوط الثاني عمل الماتش، هقول لك طيب ما انا هكمل لك، وانا بكلم ناس، بتوع كوره، وحتى الجمهور بيفهم كوره طبعا، والجمهور هيفهم اللي انا بقوله عشان. فانت لما تيجي تتكلم على عمر كمان، لعب واحد لعيب كويس اهلي ماشي. طب يعني هي دي الحاجه الوحيده في التشكيل؟ ماشي. لا ما انا راجع لك. يلا ماشي. طيب احنا دايما وجهه نظرنا وجهه نظر ناس كتير قوي بقى مش انا بس، محمد صلاح يا جماعه هو لازم يلعب في مكانه. مش انت مش كل مدرب يجي عايز يدخل محمد صلاح جوه الملعب، عايز يدخل محمد صلاح جوه الملعب. يعني الناس في ليفربول دول ما بيفهموش اللي طالع منه محمد صلاح، هداف الدوري الانجليزي ومن احسن لاعيبه العالم و انت اللي عايز تلعبه جوه الملعب. محمد صلاح فيتوريا عمل كده اول ما انا قلت احنا هنا ما اعرفش ليه محمد صلاح مش هو اللي يروح في الحتت الزحمه في نص الملعب، مش هيبقى ليه دور. انا مش عايز محمد صلاح هو اللي يوصل اللعيب، لان محمد صلاح افضل واحد في العالم لما بيجي له فرص حتى لو ضيع بيفنش بيفنش. صح. فانت لازم تلعب، انت ممكن تكون بتحب زيزو وعايز تلعب زيزو، عايز تلعب زيزو في مكانه لان زيزو في نص الملعب، فانت حاولت تعمل حاجه. انت الماتش الاولاني حاولت تعمل حاجه ما كانتش صح، وكل مصر قالت لك مش صح. إيه؟ انت لعبت اول 20 دقيقه اللي انت لعبت بمحمد هاني، لعبت 3 4 3 او 3 5 2 ايا كان، لعبت اول 20 دقيقه وقلنا انها خدمتك لما جبت هدفين في البدايه، هدف في الدقيقه 3. وده ما كانش صح؟ لا ده ما كانش صح. ليه؟ لان بنت الشوط الثاني. طب وانا ليا نتائج ولا ليا ايه؟ يعني انا ليا نتاج اللي هو اتعمل ولا انا ليا ايه؟ بص انا دايما يعني دلوقتي الراجل اشتغل دايماً صح؟ بتكلم لما دايماً لا ما عندوش باك ليفت يا كابتن شريف. لا عنده. مين؟ عمر كمال عبد واحد بيلعب باك ليفت. ماشي ماشي ايا كان. ما تقولش ما تقولش ما عندوش. بس مش مكانه الاساسي. لا بس هو المفروض اللي يلعب باك ليفت. بص انت النهارده هو عمر جابر باك ليفت، ومع ذلك يا كابتن وائل عمر كمال باك ليفت، لعب 3 3 4 3 او 3 5 2 وجاب جولين في اول 10 دقايق. مش عمر كمال ده لعب باك ليفت قبل كده وكان كويس جدا مره كتير. حلو. فاحنا بنتكلم على حاجه معينه، مش كل مره هتمشي معاك، واحنا قلنا انها خدمتك. طب هو لعب الشوط الثاني النهارده ازاي؟ بس ثانيه. طيب قول لي الشوط بعد 25 دقيقه من الماتش الاولاني هو ما جاش. صح ماشي. هتقولي ان انا كسبت، موافق، بس انت ما بتلعبش حد.